ما حكم دعاء الملتزم والتشبث بأستار الكعبة؟ دعاء الملتزم لا بأس به، فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بسنده نظر، ولكن فعله بعض الصحابة، وهو ما بين الركن والباب، يعني يقف فيه ويدعو ربه، لا بأس بهذا، خرج فيه الإجابة. أما التشبث بأطراف الكعبة فلا، في أطراف الكسوة فلا نعلمه أصلا، والذي ينبغي ترك ذلك، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بداخل الكعبة، لما دخلها لصق صدره ويديه في جارها ودعا ربه وكبر كما روى أسامة بن زيد، وروى ابن عباس أنه دار فيها وكبر ودعا، وروى ابن عمر أنه صلى فيها ركعتين، عن بلال أنه صلى فيها ركعتين، هذا سنة من داخل صلى فيها ودعا وكبر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من خارج فلا أعلم أنه أصلا إلا عند الملتزم، وإذا دعا في أي منحة لا بأس، أما يكون يتشبث بالكسوة أو يتمسك بالكسوة يظن في هذا بركة، هذا لا أصل له، ما نعلم له أصلا. نعم.